السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الدرس بتاع قطرة ندى وورقة شجرة. وقفنا المرة اللي فاتت لحد ما قطرة الندى تبخرت في الهواء، وصلت لحد السماء ووجدت هناك العديد من القطرات. نكمل مع بعض. سألت الورقة: وماذا حدث لك بعد ذلك؟ أجابت القطرة: اتحدت مع أخوات القطرات وكوننا سحابا، وظللت هكذا عدة أيام تدفعنا الرياح، فنتحرك من مكان إلى آخر في السماء حتى اشتدت برودة الجو مساء أمس، وقبل بزوغ الفجر كنت قد أصبحت قطرة ماء مرة أخرى متأهبة لرحلة العودة إلى الأرض. نشوف مع بعض. هنا طبعا الورقة بتسأل القطرة ايه اللي حصل لك بعد كده، بعد ما وصلتي لحد السماء ايه اللي حصل لك؟ قالت لها ان انا اتحدت مع اخواتي، يعني خلاص التصقت مع القطرات الموجودة قبل كده وكوننا مع بعض سحب. طب بعد ما بيتكون السحب ايه اللي بيحصل؟ طبعا الرياح بتفضل تحرك السحب من مكان لآخر، ولما الجو حرارته بتزيد بتشتد البرودة بتاعته، ايه اللي بيحصل؟ القطرة الندى اللي بتبقى فوق بتتحول مرة أخرى لقطرة ماء وبتبتدي إن هي ترجع تاني للأرض. سألت عكسها أجابت، موجودة في الفقرة. اتحدت عكسها تفرقت، مفرد سحاب سحابة، نتحرك نتنقل، معنى اشتدت زادت وعكسها قلت، عكس برودة حرارة، جمع الجو الأجواء، معنى بزوغ ظهور وعكسها اختفاء، معنى متأهبة مستعدة. نشوف بعد كده. طيب الورقة هترد تقول ايه؟ فقالت الورقة ضاحكة: وبقية الرحلة كانت عندي، كم أحبك أيتها القطرة الغالية، أنت سر حياتي. زاد بريق القطرة وتلألأ وجهها ولمعت الورقة وزادت نضارتها، وصارت القطرة والورقة شيئا واحدا. كم أنت عظيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف مع بعض الآية الكريمة: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نشوف مع بعض الجزء دوت. صدق الله العظيم. طبعا الأول هنا الورقة بترد على قطرة الندى ضاحكة بتقول لها: طبعا أنا عرفت خلاص بعد ما أنتي بتستعدي عشان تنزلي للأرض، بقية الرحلة بقى بتبقى موجودة عندي أنا، لأن خلاص هي بتنزل. قطرة الندى بتنزل على إيه؟ زي ما قلنا فوق، على قطرة الندى. فقالت لها: طبعا انا بحبك، انتي القطره الغاليه دي، فانتي سر حياتي. يبقى ليه هنا الورقه بتحب القطره؟ لانها سر حياه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. فالماء هو اساس الحياه لجميع المخلوقات، مش للورقه بس ولا الازهار ولا النباتات، لا ده لجميع المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الدنيا. فلما القطره سمعت الكلام دوت زاد بريق القطرة، بريق معناها لمعان، تلألأ معنى صار لامعا، لمعت أضاءت، نضارتها هنا المقصود بها لونها الأخضر الزاهي. طبعا احنا عارفين ان لون النباتات في منها اللي هو الأخضر الزاهي بيبقى لونها جميل كده، هنا معناها نضارتها، عكسها ذبولها ان هي بتبقى لونها جاف، طبعا لما بيبقى مش ايه، ما بتاخدش المية الكافية بتاعتها. وصارت معنى صارت أصبحت. هنا القطرة والورقة أصبحوا شيئا واحد لما القطرة الندى نزلت على ورقة الشجر. وطبعا هنا سبحان الله ربنا بيورينا في الآية بتاعته هنا أهمية المية. سبحان الله، أنا بقول: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. يعني إيه؟ يعني الأرض حتى بعد ما بتبقى الأرض كده إيه، مش فيها مية وشكلها مش كويس وتبقى زي اللي هي حد عطشان جامد، لما المطر بينزل عليها من السماء فهي سبحان الله بترجع تاني، يبقى فيها ثمار وبترجع تتزرع تاني. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني دي آيات ربنا بيوريها لنا للقوم اللي هم بيفهموا، علشان طبعا يرجعوا لربنا وما يعملوش المعاصي تاني. ومن آياته، معنى آيات دلائل قدرته. طبعا
يريكم البرق، البرق دوت اللي هو الضوء اللي بيلمع في السماء، احنا بنشوفه بس بيبقى سريع، يعني نور بيظهر بسرعة كده. خوفا عكسها اطمئنانا، يعني هنا ربنا بيقول ان البرق اللي بيجي في السماء هو بيورهولنا خوفا وطمعا، خوف طبعا من عذاب ربنا وطمعا في رحمته، ان احنا نكون طمعانين في رحمة ربنا ان هو يرحمنا وان احنا نعمل الحاجات الكويسة. وبيبين لنا هنا برضو اهمية المية بالنسبة للايه، للارض، في الايات اللي هو بيوريها لنا دي. مفروض في الحاجات اللي احنا بنشوفها دي ايات يعني دلائل ان احنا نفكر كده، ان ما ينفعش ان الواحد ما يسمعش كلام ربنا. وبكده يكون خلصنا درس النهاردة.